كنا كنعرفوا ان الطبله المغربيه في الشهر رمضان تكون كلها شيوه. كنا كنحضروا وصفه جديده لينا ولحبابنا. في هذا برنامجكم شهوه رمضان غادي يكون معكم طول الشهر الفضيل. غادي يجيب لكم دي شيف مختلف المدن المغربيه باش يقدموا لكم وصفات سهله اقل تكلفه. تابعوني انا نسرين يحيى يوميا في شهر رمضان الفضيل على قناتكم تيلي ماروك. تيلي ماروك احلى في رمضان.